تاني، سين فتحة ساء ومعاها مد بالألف ساء، شين فتحة شاء ومعاها مد بالألف شاء، صاد فتحة صا ومعاها مد بالألف صا، ضاد فتحة ضا ومعاها مد بالألف ضا. المد بالألف بحب الفتح، المد بالألف خالي من أي حركة، المد بالألف واللي قبله مقطع. تاني، المد بالألف بحب الفتح، المد بالألف خالي من أي حركة، المد بالألف واللي قبله مقطع. سي فتحة سا ومد بالألف سا، محا سامحا سابقا سابقا، يسام يسامحوا. قلنا نقرا الحرفين مع بعض، ما نقولش سامحا ولا سابقا ولا يسامي، لا لازم اقول كده مع بعض، يسامحوا سابقا سامحا. طيب شين فتحه شاء ومد بالالف شاء، زي شاهد شاركا، زي كلمة يشاهدوا. صاد فتحة صا ومعاها مد بالألف صا، صابروا صادف يصاحبوا. ضاد فتحة ضا ومد بالألف ضا، زي كلمة ضاعف ضابطوا يضاعفوا. تاني، المد بالالف بحب الفتح، المد بالالف خالي من اي حركه، المد بالالف واللي قبله مقطع. اللي مطلوب مني ان الطفل ينزل بالمقطع عمود وينزل بالكلمات عمود ويتملى الكلمات، مهم جدا جدا، اي حاجه ياخدها الطفل يتملاها مهم جدا. بعد كده هقول له حلل الى مقاطع صوتيه. تعالوا ناخد الكلمات دي نحللها ازاي. كلمه سامح، قطع قطع بالسكين، زي كلمة سابقة، زي كلمة يسامحوا. هناخد أمثلة بس مش كل الكلمات، زي كلمة شاهدا، زي كلمة شاركا. تمام، احنا قلنا ايه؟ المد بالألف بحب الفتح، المد بالألف خالي من أي حركة، المد بالألف واللي قبله مقطع. فين المد بالالف؟ اهو. فين اللي قبله حرف السين؟ فهم الاثنين مقطع واحد. سا ده ايه؟ دي فتحه، واحنا قلنا الفتحه لوحدها، ودي ايه؟ حاء، احنا قلنا الحاء لوحدها، يبقى سا مع حاء. طيب نفس الحكايه، المد بالالف اهو، المد بالالف واللي قبله مقطع، والباء لوحدها مقطع، والقاف لوحدها مقطع، ها؟ السين والالف مقطع، الميم مقطع، والحاء مقطع، ها؟ الشين والمد بالالف مقطع، والهاء مقطع، والدال مقطع، ها؟ الشين مقطع، والراء مقطع، والكاف مقطع. ده معنى ان المد بالالف واللي قبله مقطع، بنحطهم الاثنين في مقطع صوت واحد. تاني، المد بالالف بحب الفتح، المد بالالف خالي من اي حركه، المد بالالف واللي قبله مقطع. سهله جدا جدا، الفتح زي المد بالالف، بس لكن الفتح بطول فيه شويه. الفتح زي المد بالالف، ها؟ سين فتحه س، لكن لما اقول مد بالالف س، شين فتحه شاء، لكن مد بالالف شاء، بمد فيها بطول فيها كأن جايب استك وبشد فيه، ها؟ س شاء ص ض. تمام، المد بالالف بحب الفتح، لازم يجي قبله حركه الفتح، لازم يكون الالف مش عليه حركه، لا عليه همزه ولا عليه فتح ولا عليه كسره ولا عليه اي حاجه، لان دايما المد خالي من اي حركه. ما بنطقش المد، ما اقولش ساء، المد بيدي صوته للحرف اللي قبله، المد بيدي صوته للحرف اللي قبله، فبقول ساء، الاثنين بيطلعوا في نفس واحد، ما اقولش ساء. تمام، ساء سامحا، ساء سابقا، يساء يسامحوا. ايه هو اللغز بتاع القران؟ ان لازم الحرفين اللي ورا المد انطقهم بسرعه ورا بعض، ما اقولش ساء ما حلا، ساء ما حا، سابقا يسامحوا، شا شاهدا، شاركا يشاهدوا. صاد فتحه، خد بالك حرف السين حرف مركب سا، لكن حرف الصاد صا، عشان ماما ما تيجي تمليني ما اقولش للطفل سا وسا، لا صا سا، حرف مفخم وحرف مركب، صا صابروا، صا صادقا، يصا يصاحبوا. طب لو انا عايز اقطع كلمه يصاحب هعملها كده اهي، يو
صاحبو. قطع ازاي بقى؟ بص كده يا سيدي، احنا قلنا ايه؟ المد واللي قبله مقطع، الياء عليها ايه؟ ضمه، خلاص لوحدها، احنا عارفين الفتحه والضمه والكسره. الصاد ادي المد بالالف واللي قبله ص، يبقى يو ص، بعدين حي وبعدين بو، يبقى يو صاحبو. ها ضاد، حرف الضاد حرف مفخم، خد بالك من حرف الضاد اللي شبهه بالظبط حرف الدال. ض ضاعف، ض ضابط، يضا يضاعف. تاني المد بالالف بيحب الفتح، المد بالالف خالي من اي حركه، المد بالالف واللي قبله مقطع. تمام؟ طيب هنحط الكلمتين مع بعض علشان نزود المستوى شويه، هنقول ايه؟ سامح، نفس الكلمه اللي قراها، ها؟ و صادق، بس انت قريت كلمه لوحدها وكلمه لوحدها، هنحط الكلمتين مع بعض، سامح وصادق، سامح وصادق. هنا يشاهد اخاه، مد بالالف ومد بالالف، زي ما انت عارف عودتك ما بحطش حاجه على السبوره الا وانت اخذتها. يشاهد اخاه، يشاهد اخاه، يسامح اباه. هتقرا ازاي؟ هتقرا كلمه كلمه كده، سامح لوحدها، صادق، بعدين هجيب مع بعض، سامح وصادق، ها، يشاهد اخاه على بعضها، يشاهد اخاه، يسامح اباه، يسامح اباه. تمام؟ عايزين كلمه يكون فيها مد بالالف، احنا بنحاول نجيب كلمات لان مش هينفع احط مد بالياء اللي ما فيهوش مد بالياء. تمام؟ هنا يصاحب، يصاحب كتاب، كاف كسره، كتاب فتحه تاء، كتاب باء فتحه باء، كتابه، يصاحب كتابه، مد بالالف ومد بالالف، مفيش حاجه ما خدتهاش، يصاحب كتابه، يصاحب كتابه، يصاحب كتابه. ضاعف، حسناته، نفس الحكايه كله مد بالالف، ها، ضاعف حسناته، ضاعف حسناته. مطلوب من هنا ينزل المقطع عمود والكلمات تنزل بها عمود ويتملاها ويبعتها فيديو صغير ليا اشوف قراءته صح ولا غلط علشان التقييم. طبعا ده قراءه بس، لا كتابه ولا املاء. تمام؟ يبقى ده نهايه حصه الايه؟ العربي، اربع حروف النهارده، مد بالالف، نحط الكلمات كلها ويقطعها، لازم التقطيع مهم جدا. الكرسي كده كتابه وقراءه واملاء وتقطيع، اللي هي الاسلوب والتراكيب، كله ماشي في نفس المستوى، ما ينفعش اعلمه قراءه واقول له الاملاء بعدين والتقطيع بعدين، مهم جدا جدا جدا. تمام؟ دي كانت حصه من جروب كي جي 2 والمدود.